مساء الخير او صباح الخير، الامر ده هيتوقف على حسب انت هتشوف الفيديو ده الصبح او بالليل. مبدئيا كده انا عارف ان انا بقالي فترة موقف وما بعملش اي فيديوهات، ومريت بقى بحاجات كتير دي ممكن هنتكلم فيها في فيديو لوحده، وممكن نبقى نعمل فيديو أو ممكن نبقى نعمل فيديو اسئلة او كده يجاوب على الحاجات دي. بس انا قررت ان انا علشان اكثر بس مرحلة التجمد اللي الواحد وصل لها، ان انا اعمل فيديوهات بدون سكريبت، اعمل فيديوهات استرسال كده هتكلم فيها عن ارائي عن افكاري وفقا للموضوع اللي هيتطرح، يعني سواء بقى جه في دماغي او انتوا قلتوه زي الستوري اللي كنا عاملينها على الانستجرام. انا نقلت في شقة جديدة، و يعني في أوضة فاضية، بس طبعا ده ممكن يكون باين من الصدى وكده، فأنا بحاول أتكلم بصوت واطي عشان الصدى ما يبقاش واضح قوي. فعموما احنا كل المشاكل دي هنحاول نحلها مع بعض بالتدريج واحدة بواحدة كده. الفكرة بتاعت الفيديوهات دي في الأساس هي جات لي بسبب ان بلال فضل عمل قناة وقعد يسترسل وبيعمل فيديو ساعة ونص وساعتين ويفضل يتكلم، وانا فعلا مش بزهق وببقى يعني مستني ليه 3 فيديوهات 4 فيديوهات في الاسبوع هتفرج عليهم كلهم. فقلت ان يعني فكرة ان الواحد يحكي من خلال منظوره الشخصي او من خلال تجاربه الشخصية برضو شيء انترستنج، بعيدا عن فكرة المحتوى المحضر الجاهز السكريبتد. طبعا السكريبت ده ميزته ان هو مش هيبقى فيه اي اخطاء بتتقال، يعني احنا ممكن دلوقتي واحنا بنتكلم اقول معلومة قد تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطأ، الله اعلم يعني، بس هي المفروض ان هي تكون اقرب للصحة زي رقم حاجة او نسبة مئوية معينة او كده. فعملت ستوري على الانستجرام وسألت الناس لو حد عنده مشكلة، على اساس ان هي حاجة نطرحها للنقاش ونتكلم فيها. فيبدو ان انا جيت في وقت غلط، يعني هو يبدو ان انا عملت الستوري دي في وقت يعني الناس كلها بتمر بكارثة ما، بس قلت ان احنا ممكن نطلع حاجة من المشاكل دي. فهي يعني في اغلبها بتتمحور حوالين الثانوية العامة، وفي موضوعين او 3 تانيين دول برضو هن يعني ممكن بقى، لان انا اتوقع ان الحلقة دي هتطول، ف هنخليهم لفيديوهات تانية برضو نقعد نسترسل فيه. دول كانوا 2 دقيقة كده، المفروض كنت اقول الكلمة دي في الاول ان هيبقى فيه 2 دقيقة كده ممكن تسكبهم، ويعني نعمل علامة في القناة بتاع يعني في الفيديو كده ان انت تبدأ من هنا، من هنا بقى الموضوع بتاع الحلقة. فانا هفتح اقول لكم الحاجات اللي احنا شفناها. يقول لك ايه بقى سيدي، تالتة ثانوي مش هكتب اكتر من كده، عندي امتحان ثانوية عامة كمان أسبوع، الآن هنجح ولا لأ؟ أقصر قصة حزينة، الامتحانات بعد 6 أيام، عندي فاينل، عندي فاينل الخميس، خايف إن يسقط في ثانوية عامة، ثانوية عامة وتقسيم الدروس والوقت. يعني هي بصوا يعني في حاجات كتير هو لنا، أوكي دي مواضيع تانية بقى، احنا يعني في كام واحد كام سؤال تاني هنبقى نجاوب عليهم في حلقة تانية. طيب الثانوية العامة، أنا برضو أنا مش يعني للأسف أنا إيه يعني I can't relate قوي لفكرة الثانوية العامة، لأن أنا كنت منفض للحياة على مدار حياتي في التعليم كله، كنت بدخل أحل بالمعلومات العامة يعني. وبرضو مش عارف هل أنا يعني أنا عجوز شوية، فأنا مش عارف هل الثانوية العامة أيامكو زي الثانوية العامة أيامي ولا ده حاجة وده حاجة. إحنا أيامنا كانوا فيه سنتين، والسنتين مجموعهم بيتضاف على بعض يعمل مجموع تراكمي، وبرضه ما تدخلش الكلية اللي انت عايزها، لان ما يعني برضه المجاميع عندنا كانت 99 وفي ناس بتجيب 101 وحاجات من دي. فاحنا معلش كان ايه معلش ايه اوكي احنا وقفنا عشان الريكورد وقف، فهنرجع تاني. كنت بقول ان المهم ان احنا الثانوية العامة ايامنا احنا كانت السنة مقسومة او المجموع بيبقى مقسوم على سنتين، والسنتين مجموعهم بيتضاف على بعض وتخش بناء عليه الكلية اللي انت يعني المجموع بتاعك هيجيب التنسيق بتاعك. انا لما كنت في ثانوية عامة انا بصراحة ما كنتش مهتم بموضوع الدراسة قوي،
كنت في مدرس كنت هفش معاه ومتكلم معاه وبتاع، وما عرفتش اهلي طبعا، كنت باخد فلوس الدروس وكده، وبعدين رجعت اهلهم تاني. كنتش يعني انا ما اقدرش اقول عن نفسي خالص ان انا في اي مرحلة دراسة انا مريت بيها ان هي كانت مرحلة كويسة او كنت شاطر فيها او كده، بس الفكرة او الشاهد هنا ان انا في النهاية جبت حوالي مش عارف 83% او 85%، والارتفاع المجموع برضو او التنسيق وقتها دخلت كلية تجارة انتساب. يعني انا مش عارف، طب انت المفروض تعمل ايه علشان تدخل كلية تجارة؟ يعني حاسس ان ده الكلية اللي الناس كلها بتخشها. وجيت بقى وقعت في برضو، كنت يعني جالي الحاجات اللي احنا كنا الناس بتتكلم فيها، اللي هو طب ادخل كلية ايه؟ انا معايا اداب ومعايا تجارة ومعايا حقوق ومعايا، كان في مجموعة كليات كتير. المهم ان انا يعني اول حاجة او اول نصيحة سمعتها، لا تجارة احسن، تجارة سهلة طبعا، وده مش حقيقي بس تجارة سهلة، وفي الاخر انت بتاخد منها بكالوريوس، ولكن الاداب والحقوق انت بتاخد ليسانس، وكأن الدرجات العلمية دي هي في الحقيقة بتفرق في سوق العمل في حاجة، لان هو في الاول في الاخر هي الشهادة اللي بتطلع من هنا اسمها كده، والشهادة اللي بتطلع من هنا اسمها كده. وانا في الوقت ده يعني كنا ايام بقى 2009 2010 قبل الثورة، كانش الواحد عنده امل في اي حاجة في الحياة، فخلاص احنا انا هدخل ايا كان الكلية اللي هدخلها، والكلية دي اكيد مش هترفلكت على مستقبلي في حاجة، يعني اللي هو اي مجموعة يعني انت هتجيبه اكيد يا هتشتغل عند حد يا هتعمل لنفسك مشروع، والمشروع يا هينجح يا هيفشل، بس اللي اكيد ان انت مش هتشتغل بشهادتك، ولو اشتغلت بشهادتك حتى فاللي هيحصل ان انت هتروح تتعلم في المكان اللي انت فيه الشغل اللي ملوش علاقة بتعليم الكلية خالص. فحصل ودخلت كلية تجارة علشان فكرة ان هو بيقولك ان دي بكالوريوس ودي ليسانس. دخلت الكلية أول ترم قعدت بقى حضرت وما بفوتش حاجة، وبروح من 7 الصبح أدخل المحاضرة قبل الدكتور ما يجي، وأمشي آخر واحد في الكلية وبتاع. كان عندي 7 مواد أعتقد أو 6 مواد، 6 مواد شلت منهم 5، يعني انا ما اعرفش المادة اللي نجحت فيها نجحت فيها بناء على ايه يعني، بس يعني انا دخلت الامتحان انا مش فاهم اي حاجة، ولغاية دلوقتي انا ما اعرفش برضو اي حاجة فيما يخص كليتي يعني. بس انا شايف ان بيبقى في مشكلة في وقت الاختيار الكلية ده، ان انت بتطلب مني وانا شاب عندي 17 18 سنة اختار الحاجة اللي المفترض ان كان ممكن اكمل فيها حياتي كلها او يبقى كارير عندي. يعني انا دلوقتي لما بفكر انا لو كنت دخلت اداب لغة ما او اداب فلسفة او حاجات من دي، انا حاسس ان انا كنت احب ادخل حاجة زي كده اكتر، ويمكن لو كنت منتبه في الثانوية العامة ان انا ممكن ادرس حاجات تكون اكثر امتاعا وتملاني من جوه كده، يمكن كنت ذاكرت في الثانوية العامة معرفش وجبت مجموع اكثر وده سمح لي ان انا ادخل كلية تانية. بس فهي انت هتلاقي الطريق بتاع الثانوية العامة ده من النقطة 0، من نقطة الحضانة لغاية الكلية وما بعدها، هي سلسلة من الأخطاء المتراكمة ورا بعض للأسف. أو أنا يعني اعتقادي الشخصي أو يمكن تجربتي، وأتمنى إن محدش يزعل مني في حاجة زي كده، انا شايف اصلا ان احنا ما تربيناش يعني، او مش متربينا يعني، احنا تربينا بالتجربة والخطأ وتعلمنا بالتجربة والخطأ. يعني هو اهلك بيحاولوا يعملوا اقصى ما عندهم ولكن بدون خطة، بدون دراسة لمعطيات الحياة الموجودة دلوقتي. يعني في مرحلة ما من المراحل أنا ابني شايفه بيتعلم، أحاول شايف إن الدنيا الإنجليش مثلا بيتطور أو الكمبيوتر بيتطور أو بيحصل حاجة، أعلمه وأدفع بقى في مجالات معينة وأقرأ سوق العمل وبتاع. طبعا
في ظل وجود أسر بتكافح علشان خاطر تقدر تصرف على عيالها وتنجو من الحياة الصعبة، هو يعني كويس قوي لو كان فايق لك وكلمك كلمتين حلوين. وده يعني هيخلينا نتطرق لموضوع الإنجاب، وده يبقى موضوع تاني ممكن نتكلم فيه في حلقة تانية. بس فيما يخص يعني مراحل الابتدائي والإعدادي فيما بعدها الثانوي، أصل في ناس يعني أنا بالنسبة لي برضو شايف إن لو كنت دخلت بدل ما أدخل ثانوية عامة دخلت تعليم صناعي، أنا شايف إن كان ممكن أحقق حاجة أحسن من اللي أنا يعني ممكن أحققها من دلوقتي في الثانوية العامة لو كان عندي الوعي الكافي. أو في بره حاجة اسمها المرشد الأكاديمي، المرشد الأكاديمي ده شخص أنت بتقعد معاه بيقعد يدرسك كده ويقولك والله أنت الأفضل ليك او اللي انت هتحبه بناء بقى على دراسته ليك ان انت هتخش كلية في كذا، انت ميولك في كذا اكتر. فانا لو كان ده واضح بالنسبة لي وحد ارشدني بده يمكن معرفش مسيرة حياتي كانت تبقى مختلفة. ده طبعا ملوش معنى ان انا اكون ان انا مش راضي عن حياتي دلوقتي او راضي عنها برضو، ده دي نقطة تانية ملهاش علاقة يعني. الموتوسيكلات بتعدي فبسرح شوية. طيب المرشد الأكاديمي، يعني أنا بعد ما دخلت الكلية، وأنا سقطت في الكلية بالمناسبة، بس يعني المفروض إن هم 4 سنين خدتهم في الـ6 سنين، فتقريبا في السنة الخامسة يعني اللي هو المفروض لو كنت دخلت ومشيت عادي كنت زماني خلصت. في السنة الـ5 أدركت أنا ما بحبش يعني أنا ما بحبش وبحضر عشان أنجح وكده كده داخل تجارة عشان الشهادة، بس أنا بحب قوي الحيوانات وبحب قوي الطب البيطري وبحب البيولوجي وبحب الحاجات دي. أنا ليه ما حدش قال لي أدخل طب بيطري؟ أو كان قال لي بقى من إمتى؟ من الإعدادي، فلو أنا هبتدي الثانوي هذاكر كويس، لأن للأسف متطلبات إن أنت تدخل كلية معينة إن أنت يعني تجيب مجموع ما، فخلاص انا حاطط ده هدف قدامي واحاول اجري وراه وبتاع. ولكن اللي حصل يعني ففكرة ان الواحد بيجي يدرك بعدين، او زي ما قلت لك حتى انا بمجموعي كان ممكن ادخل كلية اداب انجليزي وادرس الادب الانجليزي واقرا في الادب الانجليزي، يعني كنت ابقى مبسوط فشخ. دلوقتي اصلا بحاول اقعد الم يعني ما يمكن ان المه، اداب فلسفه مثلا، الفلسفه جميله جدا. واللي هو على فكره بالمناسبه في موضوع الفلسفه في الثانويه العامه انا كنت فاشل جدا في الدروس، والكتاب سخيف ما فيهوش مش مفهوم بالنسبه لي. انا عامه ما كنتش ببقى بهتم بكتب الدراسه قوي، بس جبت 48 من 50 وانا ما اعرفش ده حصل ازاي في الثانوية. انا احس ان الدرجتين دول ممكن بالنسبه لي كنت، وحاليا انا عارف ان هما بيج ديل بالنسبه لبعض الناس، بس انا كنت يعني بسيب ال10 درجات و15 درجه واحس ان انا كول عادي حلو. ف كل اللي انا بقوله ده بقى ملوش علاقه باللي انا يعني عايز ارد فيه على مشاكلكم. مش بقول للناس كبر دماغك، مش بقول للناس ما تحطش هدف، مش بقول للناس ان الامور ملهاش لازمة. هو بس انا كل سنة بيحصل تلاقي احداث ايه اللي هو انتحار مش عارف طالبة علشان نقصد درجتين او حد حتى سقط. انا ما يعني انا عارف ان صعب ان اتكلم من الحتة اللي انا فيها دلوقتي لان حياتي كان ليها توجيهات مختلفة، بس بجد حتة ان اي حاجة في الحياة مش الثانوية العامة بس، هل هي دي تقرير المصير؟ هل المصير بيتقرر بالوظيفة او بالمكانة الاجتماعية او بالفلوس؟ وهل الفلوس بتفضل موجودة على طول ولا ساعات بيبقى فيه فلوس وساعات ما بيبقاش فيه فلوس؟ يعني مش عايز اقول على اللي بيضايق او بيكتئب او بيحاول الانتحار او بينتحر ان هو عنده هشاشة نفسية معينة، مش ده قصدي خالص، بس يعني بعرفش يعني calm down. يعني ايه الموضوع فعليا؟ الحياة ملهاش علاقة خالص بالكلام ده. ويمكن برضو هرجع اقول يمكن ده على ايامي، انا ما اعرفش الوضع دلوقتي ايه،
بس يعني انا مش شايف ان وضع البلد مثلا بقى التعليم فيه ليه قيمة كبيرة قوي مثلا، فخلاص بقى احنا نعمل حاجة. حمو بيكا راجل محترم جدا، ده بجد على فكرة، كان منزل بوست من او بوستين، كان معرفش انا للاسف انا بعيد عن فيسبوك شوية، بس يعني ايه شفت له في مرتين متفرقتين كلام عن موضوع التعليم، وان ما يا جماعة ما تبصوش على النجاح واللي احنا بنحققه، الواحد بدون تعليم ما بيبقى حياته اصعب، ويعني انا مش قادر اقتبس تعبيره بالظبط، بس يعني هو ده المعنى اللي وصل لي يعني. وانا مش بقول لحد ما تتعلمش، بالعكس يعني انا شايف ان انت رحلة حياتك كلها المفترض تبقى فعلا رحلة تعليم، بس هو ده امتع شيء عامة في الدنيا، ان انت تحس ان انت اصبحت شخص موسوعي، ان انت طول الوقت عمال بتعرف حاجات جديدة وبتتعلم حاجات جديدة. بس مصادر التعليم ومصادر المعرفة مش لازم تكون موثقة بشهادة، قدرتك على الفعل في الارض او يعني قدرتك على تغيير الاحداث والحاجات دي، هي دي القوة الحقيقية. لما تتحط في موقف وتعرف تحله، هو ده التعليم الحقيقي، هو ده المطلوب. وكون بقى يعني برضو انا في نقطة علشان ما بقاش بشجع حد على عدم التعليم او بتاع، هي الشهادة في مصر ليها اهمية معينة، لان احنا المجتمع مش يعني العقد الاجتماعي بتاعنا اصلا مش موزون قوي، فانت هتلاقي في بعض حاجات يعني برضو الشهادة بترخم فيها. يعني مثلا على سبيل المثال على ما اذكر في دماغي، هتلاقي مثلا في بيتهيألي موضوع الاستيراد والتصدير عشان تطلع او التأمين، شركات التأمين يعني ايا كان، عشان تفتتح شركة من الشركات دي لازم يكون معاك شهادة جامعية، وانا مش فاهم ده ليه. يعني طب قول لي شهادة جامعية تخصص معين مثلا، علشان اللي بيشتغلوا في الشغلانة دي لازم يبقوا مثلا كذا، ولكن في واقع الامر هو حاجة محطوطة وبند معروف في كومباوندات كتير، هتيجي تخشها يعمل معاك انترفيو ويعمل مع اهلك انترفيو. هو طبيعة المجتمع اللي احنا فيه هو بيقدر طبقات البشر شوية بشكل ما، فوالله لو في ايدك حاجة تقدر تعملها، يعني شهادة مثلا تقدر تاخدها خدها، ما تقدرش ما خلاص، ما يعني ركز في اللي انت فيه. المهم بغض النظر بقى عن كل الكلام اللي فات ده، خلوني بقى ايه عشان اكون اكثر تحديدا، نتكلم في الاجابات على الحاجات اللي انتوا بعتوها بالظبط. بص يا سيدي، تالتة ثانوي انا مع يعني تالتة ثانوي مش هكتب اكتر من كده، انا ما اعرفش يعني جود لك، يعني مش عارف اقول لك يعني حاول وخلاص. يعني انا هي وجهة نظري في الموضوع ده زي ما انا قلت لك قبل كده، الان هنجح ولا لا؟ والله يا صاحبي نجحت نجحت، ما نجحتش تنجح في المرة اللي بعديها، بعد ما تنجح وتخلص وتيجي تشتغل في الحياة هتنجح برضو، او يعني ما الامور ما توفقش قوي فبرضو ربنا يوفقك في اللي بعديها، افضل كمل وخلاص. يعني احنا لا نملك اي شيء في الحياة غير ان احنا نفضل نحاول، ظبطت والله خير وبركة، ما ظبطتش احاول اشوف ما ظبطتش ليه واحاول تاني وخلاص، هعمل ايه يعني. امتحانات بعد 6 ايام، حاول تجهز وما توترش نفسك مثلا، حاول تلم الدنيا على اساس ان انت المفترض ان انت كنت يعني خلال ما قبل ال6 ايام دول كنت بتعمل حاجات وبتاع، فحاول تلم بقى تنظم الدنيا شوية. في حد كاتب حاجة محددة وهو ده شبه اللي انا كنت بقوله من شوية، هو بيقول انا بدرس في البحرين وخلصت امتحانات تالتة ثانوي من اسبوعين، وحاليا قاعد مع والدي بنشوف ايه الكليات اللي ممكن ادخلها، ولكن الفكرة ان انا مش عارف ادخل ايه، وبالنسبة لي كل حاجة تمام وكده، فده سبب مشكلة بيني وبين الوالد، لان هو مش عارف انا عايز ايه ولا انا عارف، لكن هو بيقول هتختار اللي انت عايزه وانا هساعدك، فمش عارف اختار ايه لان كل حاجة زي بعض. انا يعني ما اعرفش الوضع ايه في البحرين، بس لو الوضع زي مصر او هتيجي تكمل حياتك في مصر على فكرة، يعني فكرة الشهادات الجامعية في مصر
هي في الاول في الاخر ما انت هتروح تاخد في مكان تاني في امريكا، لو انت متفوق بقى وجامد وبتاع هتروح برضو تعمل معادلة، وهتروح يعني لان هو ما حدش هيعترف بيك قوي يعني، انت معظم الدول اللي انت لو فقت رحت لها هتبتدي كأنك بادئ من يعني مش من الصفر ولكن من مرحلة يعني لسه بدري، فاهم عليك؟ فلو الوضع هنا زي يعني في البحرين زي مصر غالبا حاول تشوف بس اهتماماتك ان هي حاجة تساعدك في اهتماماتك، لو انت مهتم بالادب حاول تخش كليات ادبية، مهتم بالسياسة والاقتصاد خش سياسة واقتصاد، كاهتمام شخصي لو انا دايما بحب اقرا في المواضيع دي خش اي حاجة هتساعدك، لان انا لما كنت واقع في الحيرة دي انا اخترت اي حاجة وما انتبهتش للي انا فعلا مهتم بيه، او حتى اللي انا مهتم بيه في حدود المتاح قدامي، يعني زي ما قلت انا كان نفسي في طب بيطري بس ده ادركته بعدين، طب خلاص انت المتاح قدامك ايه؟ قدامك اداب، قدامك تجارة، قدامك حقوق، انا في حالتي كان ممكن حقوق كنت ابقى مبسوط بيها، لو كان اداب اقسام مثلا اللغات ادب انجليزي الماني فلسفة كنت هبقى مبسوط جدا، ولكن اللي رحت له هو اكتر مجال ما كنتش مهتم بيه. حتى في سنة رابعة احنا كانوا في كلية التجارة عندنا بيخلونا في رابعة نختار القسم مثلا محاسبة ادارة اعمال اقتصاد، انا كنت يعني الاقتصاد هو المادة الوحيدة اللي جبت فيها جيد جدا في حياتي، يعني انا اصلا ما جبتش جيد في اي مادة، فانا جيد جدا الوحيدة اللي جبتها في الاقتصاد، وانا كنت بحبه قوي لغاية دلوقتي بحب اقرا فيه، ولما جيت عايز اختار قسم اقتصاد الناس كلها اللي هو يا عم خش محاسبة زي الناس عشان تنجح وبتاع، غير كده الاقتصاد بيقولك خلاص جمع اصحابك مش عارف 40 واحد ولا 50 واحد عشان نفتح لكم القسم، مش هينفع نفتح القسم على واحد، ففي الاخر دخلت محاسبة. يعني اللي هو برضه حاول ان انت لو حاسس ان في مجال هو هيرضي شغف ما عندك استغله عشان يبقى الوقت ما راحش في الفاضي، وطبعا لو عندك وقت او مجال ان انت تدعبس في حاجة تانية اقرا ودور وتعلم اشتغل شوف الوضع المناسب ايه، كده كده انت معاك براح حتة ان انت تفضل تتدلع لغاية ما تخلص كلية، فلو استغليت وقت الدلع ده في تعليم يعني انت مش مطالب لسه بشغل في الغالب، او يعني في الغالب برضو الاهل بيصرفوا لسه لغاية مرحلة الكلية، روح يعني قضي الوقت ده في تعليم اي حاجة، يعني حتى لو تعليم حاجات ما هيش قدرات عملية على الارض، يعني حتى لو هي كده حتى لو هي قراية في انواع مختلفة من الاداب او الفنون او ده هيساعد بعدين، هيساعد في رؤيتك للأحداث السياسية، رأيك في الناس، رأيك في الشغل، كل حاجة حتى ولو بدون وعي منك هتلاقيها هترفلكت في ده في الآخر. في يا سيدي ايه تاني خايف ان يسقط، هو كله تقريبا نفس كان ثانوية عامة وتقسيم الدروس والوقت، يعني انا اخر واحد ممكن تسأله في تقسيم الوقت وتقسيم الدروس يعني لان انا كنت بنام في الدرس وكنت بصحى في الوقت بتاع في بقى أسئلة تانية بعيدا عن الثانوية العامة ممكن نتكلم فيها بقى في فيديوهات تانية إن شاء الله، معرفش أنا حاسس إن أنا طولت جدا بس ممكن عارف برضو إنه يطلع في الآخر نص ساعة، فبأي حال من الأحوال لو طلع شوية صغيرين اعتبروا بريك من المذاكرة واقعد اتفرج عليه، لو أنت مش بتذاكر اقعد اتفرج عليه برضو، يعني أنا حاسس إن هو إيه هيطبطب عليك شوية يحسسك إن أنت مش لوحدك، وبس كده يعني اتمنى بقى ان انا ارجع تاني انزل فيديوهات والحاجات دي، ده شيء الله اعلم بيه بس يعني ايه هيبان لو حصل هتلاقونا برضو كل اسبوع منزلين حلقة حلقتين كده، وهنرجع نعمل برضو الفيديوهات السكريبتد وكل حاجة، بس حاليا انا حاسس ان الصياغة دي انا قاعد بحكي اللي عندي مش محضر قوي، و السلام عليكم. بس خلاص.